يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حديث الوعول الوارد في حمل العرش الأوعال الأوعال هل حديث الأوعال الوارد في حمل العرش صحيح؟ وهل هذه الأوعال من عالم الملائكة؟ نعم، الأوعال من الملائكة، الملائكة حملت العرش من الملائكة، وأشكالهم الله أعلم بها، ما شاهدناهم، حنا ما شاهدناهم، عرفنا أشكالهم وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العباس في حديث الأوعال لا بأس به، ولذلك ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم.